بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. عنوان هذه الحلقة أيها الأحبة الكرام هو أمراض الكبد وعلاجها. ضيفي الكريم سماع الشيخ أحمد دريس الأحسائي، حياكم الله سماع الشيخ. بجاه محمد، الله يحفظكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام سماع الشيخ، حياكم الله، الله يبارك فيكم إن شاء الله. قادم الحسين سماع الشيخ، ما هي العوامل التي تؤدي إلى أمراض الكبد؟ نحن عندما نأتي إلى العوامل التي وردت عن روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هناك عدة عوامل. نعم. العامل الأول، يعني ولربما كثير من الاختلالات في الكبد يرجع إلى قضية عدم معرفة صحة يعني شرب الماء بصورة صحيحة. نعم. إذا الإنسان ما يعرف يشرب الماء بصورة صحيحة كما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، يبتلي بكثير من الأمراض الناتجة من عدم معرفته بشرب الماء بالأخص في كبده. مثلا من أهم العوامل التي ترجع إلى هذا المعنى هو عب الماء عبا، يعني أي دفعة واحدة يشرب الإنسان الماء. نعم. رأسا الكبد ينظر في هذا الأمر، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مص الماء مصا ولا تعبوه عبا فإنه يؤخذ منه الكباد. نعم. مرض الكباد، يعني إشارة إلى أمراض الكبد. هسه ما أدري، التهابات يصير في الكبد، تورم يصير في الكبد، ما أعرف، تصلب يصير في الكبد، هذا كله راجع إلى هذا المعنى. ولهذا الأمر الثاني، شرب الماء من قيام في الليل. الشخص اللي بالليل، لأنه هو مستحب بالليل الإنسان يجلس ويشرب الماء، بالنهار يوقف ويشرب الماء. ولهذا أكو رواية عن الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه، يقول روي عن رسول الله أنه قال: يا علي اشرب الماء قائما فإنه أقوى لك وأصح. هذا بالنسبة إلى شربه في النهار. وفي رواية أخرى في الكافي قال: شرب الماء من قيام بالنهار يمرئ الطعام، وشرب الماء بالليل من قيام يورث الماء الأصفر. الماء الأصفر هو نوع من أمراض الكبد، يعني الإنسان في الليل يجلس وفي النهار يقم. فإذا الآن عندما نأتي إلى الأمراض الكبد، أحدها عب الماء يعبه، يعني دفعة واحدة، والأمر الثاني شرب الماء من قيام في الليل يمرض الكبد، وثالثا شرب الماء بين الطعام أو بعد الطعام الذي يكون دسما. إذا الإنسان بين الطعام يبدأ بشرب الماء، شنو، سواء كان الأكل دسم سواء كان غير دسم، يضره بالمعدة ويضره بالكبد، وهكذا كثرة من الأمراض تجي للإنسان من شربه للماء بين الطعام. كذلك شرب الماء بعد الطعام، بالأخص إذا كان الطعام دسما، يولد الكبد، بالأخص الكبد الدسم أو التشحم الكبد، يأتي من خلال عدم المعرفة الصحيحة بشرب الماء الذي ورد عن أئمة أهل البيت. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يؤكدون على أن الإنسان بالليل يشرب من جلوس، بالنهار يشرب من قيام، ولا يعب الماء عبا بل يشرب في ثلاثة أنفاس. وبعد آداب شرب الماء، ابتداء قبل لا يشرب الماء يذكر اسم الله تبارك وتعالى، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، حتى الأمراض تندفع بواسطة هذا الأمور. نعم، بارك الله بكم، أحسنتم سماح الشيخ. ما هي العلائم الظاهرية للمصابين بأمراض الكبد سماح الشيخ؟ نعم، كما أنه يوجد، يعني حتى في علم الحديث موجود، طب الحديث موجود هذا المعنى. نعم. لكل مرض تظهر علائم على جسم الإنسان. الآن نحن عندما نأتي إلى العلائم الظاهرية في أمراض الكبد، أحد العلائم تكون هذا صفرة البياض في العين، هاي البياض شوية يصير أصفر، هاي يدل على أن أكو فرد نوع خلة.
في كبده، بالأخص إذا ترتفع حرارة الكبد يزداد الإنسان عطشا، وهي بياض العين يتبدل إلى نوع من الصفار. حتى إحنا عندنا قضية اليرقان حتى بالأطفال، بصفار يقولوا لهم يكضون الأطفال. ويأخذون الطفي الخطية، هذا الطفي ليأخذونه ينومونه بالمستشفى، والآن مثلا مار على ولادته مثلا يومين ثلاث أربعة، وتدري يكلف يعني مصاريف للأهل، مو قضية بس الأموال، قضية أوقاتهم أفكارهم متعبة. المهم أن شنو علاج هذا الطفل اللي يأخذ تجي له حالة صفار اللي يخلونه تحت مثلا الأضوية كذا حتى يدفعون عنه هذا الصفار، بينما علاجه جدا سهل سهل. خوش نرجع إلى قاعدة الطبية عند أهل البيت، يقول نحن نداوي الحارة بالبارد والبارد بالحار. الآن نحن عندما نأتي إلى الصفار الذي يأتي على الطفل، هذا من أي نوع من الأمراض؟ يعني طبيعة هذا المرض شنو؟ طبيعة هذا المرض حار، يعني نحن نحتاج إلى شيء بارد لعلاج هذا المرض، نحتاج إلى شيء بارد. وأفضل شيء ممكن نعبر عليه بالحجامة، أفضل شيء لهذا الطفل الحجامة. شلون يعني؟ وهي جدا شغلة جدا بسيطة، يعني كل واحد يقدر يسويها الشغلة، بس يكون ما عنده خوف شوية، يجيب له شفرة. هسه هذا يكون معقمة، وبالأخص يعني تصير مع العمليات الجراحية يعني معقمة تكون. الشفرة يجيب هاي أطراف الأذن أو شحمة الأذن جدا قليل يجرحن، بجرح قليل يطلع قطرات من الدم، يعني قطرة قطرتين ثلاث. هالمقدار إذا طلع الدم، خروج الدم يعني ينزل درجة الحرارة، تنزل بمجرد أن يخرج من الإنسان الدم حرارة الإنسان تنزل. الآن الطفل هذا اللي جايت لحالة صفار، إحنا بالشيء بالشيء يذكر، جبنا هذا الأمر حتى المشاهدين أكثر يستفادون من هذا الأمر. هذا الصفار يجيب له هاي الشفرة شوية أطراف الأذن، يجرح جرح خفيف بحيث أو شحمة الأذن بحيث مقدار قطرات من الدم، بمجرد أن تخرج هاي القطرات من الدم خلال يعني يوم أو يومين أشوف الصفار ينزل عند الإنسان. أنا شخصياً مجرب القضية على عدة أطفال، يعني أعمارهم باليومين وثلاث، ويعني يوم اللي جرحته الطفل كان نايم، ما أحس حينما جرحته بهذه الشفرة، لم يحس الطفل ولم يبكي أصلا، لأنه كان جدا قليل جرح قليل بحيث يطلع قطرات من الدم، قطرة قطرتين ثلاث الحرارة تنزل عند الطفل. فإذا من أمراض الآن إحنا كان بحثنا فيها قضية علائم الظاهرية، لأن الكبد مثلا متمرض مبتلي بعلة، وحدة أن الصفار يصير وين؟ بالبياض، بياض العين، هذا أحد العلائم. بعد أحد العلائم الأخرى في أن الكبد معتل هي قضية انشقاق في اللسان. شايف أن اللسان إذا واحد يطلع لسانه يوقف مقابل المرآة يشوف أن لسانه به شقوق، هذا انشقاق في اللسان يدل على أن أكو فرد خلة في الكبد. الخلة هي علامة، ولهذا يقولون العيون علامة ما يجري في مخ الإنسان، يعني أكو فرد آلام اللي في دماغ الإنسان من العيون، الإنسان إذا عنده خبرة قوية يقدر يشخص من العين. وإذا تجي إلى اللسان، اللسان صفحة للكبد، يعني إحنا من خلال اللسان يقول له تعال اطلع لسانك خلينا نشوف اللسان، شوف أن مثلا في بعض الأحيان شوف سواد على اللسان، أكو خلة في الكبد. وعلاج هذا السواد اللي باللسان جيب لك دبس العنب، دبس العنب وذب عليه نسبة قليلة من الخل، خل العنب اشبش نسوها واشرب من عنده، وخليهن بالقلاص وصب عليهن شوية ماء واشرب، هذا يعالج هذا السواد اللي يجي على اللسان، بمجرد أن إنسان يلتزم كم أيام بهذه الحالة يشوف يتعالج هاي السواد يروح، لأن أكو خلة توجد في كبد الإنسان، وتظهر هذه العلائم تظهر على لسان الإنسان. فإذا أحد علائم اعتلال الكبد أن يظهر انشقاقات على لسان الإنسان، أو بعض العلائم اللي موجودة على اللسان تنشئ عن تخبر عن أكو يوجد نوع من الاختلال في الكبد، هذا العلامة الثانية.
العلامة الثالثة إحساس الألم في ناحية الكبد، يحس نوع من الألم، يحس نوع من الثقل في ناحية الكبد. الكبد هنا صاير بهذا المكان على ناحية اليمين، الإنسان كأنه يحس بالثقل أو يحس بحرارة شديدة في ناحية الكبد، هذا يدل على أن كبده فيه نوع من العلة يحتاج إلى علاج. هاي هم علامة أخرى. العلامة الرابعة أكثر يعني بالأخص الأخوات خلي سمع عن القضية، وكثير يشتكي يقول أن تطلع بقع على جلد الجلد مثلا أو مشاكل جلدية عندهن، ما أعرف حاب يطلع على البدن، سبب شنو هذا؟ أو بالأخص سواد تحت العين يصير مثلا، منين تجيها؟ شنو هاي العلائم ظاهرة على الجلد؟ ما كان عندي هاي البقع. نقول أن سببها أن الكبد عنده نوع من المرض، الكبد الآن يحتاج إلى العلاج. أكثر الأمراض الجلدية تأتي من ناحية مرض الكبد. إذا الكبد كان في صحة فترى الوجه شفاف وله نوع من الجمال ونوع من النعومة، بينما الكبد اللي بمشكلة يشوف أنه يفقد نعومته، يفقد جماله، تظهر نوع من البقع على جسم الإنسان. فإذا الحكة كذلك، كيف أنت شوف أن بعض الناس يشتكون من الحكة، شوف أن بدنه يقوم يحك حك حك بدنه، منين؟ هاي حرارة الكبد، أكو بخارات في الكبد، حتى الرواية يشير إلى هذا المعنى، توجد بخارات في كبد الإنسان بشدة حرارة الكبد الحكة تظهر على جسم الإنسان. هذا أكو خلة، وين خلة؟ توجد في كبد الإنسان. فإذا الكثير من أمراض الجلدية مثل الحكة مثل البقع التي توجد على جلدة على بشرة الإنسان هذا ترجع إلى قضية الأمراض الكبدية. أحسنتم سماحة الشيخ، طيب الله أنفاسكم، نطلع فاصل إن شاء الله ونرجع لخدمتكم. أحباء المشاهدين فاصل ونواصل إن شاء الله. حياكم الله أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية وبرنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، وضيفي الكريم سماحة الشيخ أحمد دريس الحسائي، وإيدكم بجاه محمد. حياكم الله سماحة الشيخ مرة ثانية، الله يحفظكم إن شاء الله وإيدكم خدمتكم. الله يسلمكم شيخنا العزيز. شيخنا طبعا أجينا إلى أعراض اللي تبين اللي ظاهرة على المصابين بمرض الكبد، سنجي إلى العلاج. أحسنت. في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام لمرضى الكبد. نعم. الآن خو في قضية العلاج هاي بسيطة يعني عند أهل البيت سلام الله عليهم. سلام الله عليهم. وإن كان التشخيص أن فلان مصاب بفلان مرض، التشخيص أهم من العلاج. نعم. يعني الإنسان يكون يصير خبير في قضية التشخيص قبل أن يذهب إلى العلاج. الآن نحن شخصنا بعض العلائم التي ترتبط بأمراض الكبد، وإن كان مثلا زيادة هناك علائم كثيرة ممكن الطب الحديث له علائم أكثر من هذه الأمور، لكن نحن أعطينا بعض العلائم الظاهرية لمعرفة الأمراض الكبدية. حتى الكسالة مثلا، إنسان يصير كسلان كثير النوم، هذا هم يدل على أن كبده، أو مثلا سمنة، كل إنسان سمين عنده خلة في كبده. نعم. يعني السمنة هي من جملة العلائم اللي ترتبط بأمراض الكبد. نعم. لكن العلاج ما هو؟ في روايات أهل البيت سلام الله عليهم، أول علاج ممكن علاج بسيط يعني، وهو الماء الفاتر، يعني الماء الذي ورد عليه الغليان ثم سكن من غليانه فترة، يعني نعم. تقريبا يصير ماي دافي تعبيرنا مصطلحنا. نعم. بمصطلحنا ماي دافي، هذا هو أحد علاجات الكبد. نعم. خلنا نجي إلى فوائد الماء الفاتر في روايات البيت. روى الكليني بسنده يعني في الكافي كتاب معتبر عن أبي عبد الله عليه السلام، كان رسول الله إذا أفطر، هسه أفطر يعني يريد يتريق من بعد جوع لا شارب ولا ماكل شيء ويجي، أو أفطر بعد الصيام. نعم. ماكو فرق شنو بعد النوم شنو بعد الصيام. الصيام إذا أفطر بدأ بماذا؟ أول شيء اللي يأكل رسول الله شنو؟ بدأ بحلواء، يعني شيء حالي يأكل الآن، يفطر عليها، إذا ما وجد، فإن لم يجد فسكره.
نعم. سكر ياكل الرسول الأكرم أو تمرات، فإذا أعوز ذلك كله يعني ما كان لا حلوى لا سكر ولا تمرة، شو يسوي الرسول الأكرم؟ قال فماء فاتر، يجي يفطر بيش؟ بالماء الفاتر. وكان يقول شنو منافع الماء الفاتر؟ وكان يقول هو ينقي المعدة، أول ما يطهر المعدة من البلغم، هذا اللي مبتلي مثلا آلام أو التهابات عنده بالمعدة أو ورم عنده بالمعدة، هذا دواء شنو؟ أول الصبح بيش؟ يجيب ماء الفاتر يبدأ. نعم. إيه نعم. بعد ينقي المعدة والكبد، هاي كلام هنا، يعني أن من جملة العلاجات التي وردت عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هو قضية شرب الماء الفاتر. هسه بالمناسبة احنا ذكرنا أن الماء الفاتر هم ينقي المعدة وهم ينقي الكبد. أكو هناك بعد من أمور اللي ترتبط بماء الفاتر يعني بمنافع أخرى، هسه لا بس نذكر هاي المنافع. من جملة المنافع ويطيب النكهة، يعني رائحة الفم تصير جيدة. نعم. ليش؟ لأن رائحة الفم بها أسباب علل موجودة، إما رائحة الفم أكو مشكلة بالأسنان أو باللثة، عند مشكلة التهابات عفونة كذا موجود، الرائحة تجي رائحة كريهة وهي تسبب مشاكل بين العائلة، يعني بين الزوج والزوجة، يعني بيجيب بعض العوائل يعني توصل إلى طلاق. لا إله إلا الله. بسبب أن هذا مثلا رائحة الفم الزوج إما كريهة أم رائحة فم الزوجة إما كريه، سببه شنو؟ إما من الأسنان وإما من المعدة. الآن ما دام ينقي المعدة الماء الفاتر فإذا هو يكون شنو؟ علاج لماذا؟ للرائحة القبيحة التي تكون في فم الإنسان إن كانت من المعدة، وإن كان من الفم يعني من اللثة كذا، هذا يحتاج إلى علاج، إلى علاج آخر. ويطيب النكهة هاي الماء الفاتر وبعد في الفم، ويقوي الأضراس، قوة الضرس يجي بماء الفاتر ما شاء الله. وبعد ويقوي الحدق العين، ويجلو الناظر، إذا قوة البصر العين قوت، الحدقة استقوت، البصر هم يصير حاد. وبعد ويغسل الذنوب غسلة، هسه شنو ربط شرب الماء الفاتر بغسل الذنوب؟ نقول يعني لربما نوجه القضية بهذه القضية، نقول ما دامك التزمت بسنة رسول الله واعتقدت بأن هذه سنة رسول الله، من هذا الباب يصير شنو؟ هو يغسل الذنوب. نعم. لأن أنت عملت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ويسكن العروق الهائجة، العروق يعني القصد الجينات الموجودة الوراثية. نعم. القصد هنا مو هذا العرق، يعني أكو جينات تحمل بعض الأمراض مثل أمراض الجذام، بعض الأمراض ممكن جاية من أجدادنا وهذا بالوراثة منقولة، إنه ممكن هذا تطفح ويظهر المرض علي من جدي السابع مثلا، بينما إذا شربت الماء الفاتر يقول يسكن العروق الهائجة، يعني الجينات الوراثية اللي جت لنا ممكن ناقلة مرض من أجدادي وآبائي، هذا بعد ما تظهر على الجسم. نعم. هكذا تدفع المرض. والمرة الغالبة يسكن العروق الهائجة، والمرة الغالبة ويقطع البلغم، البلغم يعني البرودة والرطوبة يقطعه، ويطفئ الحرارة عن المعدة، بالأخص هذول اللي يبتلون يقولون أنا معدتي أحس حرارة شديدة بيها. نعم. أفضل شيء الماء الثلج مضر للبدن مضر للمعدة، يزداد الإنسان عطشة حينما يشرب الماء الثلج، هذا اللي بماء وموجود قطعة من الثلج داخل الماء، هذا يزيد الإنسان عطش ويضر في كبد الإنسان. نعم. ولهذا يقول إذا تريد تطفي حرارتك مع أنك شدة عطش وشدة حرارة عندك، أفضل شيء لطفي حرارتك الماء الفاتر، ويطفي الحرارة عن المعدة، ويذهب الصداع اللي عنده آلام براسه، صداع. نعم. في شقيقته يشرب ماء فاتر، لكن نقول لا على الدوام، يعني بالأسبوع مرة مرتين إلى ثلاث، شيء الذي صار استمرار به ممكن يصير مضرة للإنسان. وبعد شنو من العلاجات للكبد؟ كما ذكرنا أحدها الماء الفاتر. العلاج الثاني هو الحجامة، الله أكبر في الحجامة ما شاء الله. أنت تجي إلى الحجامة ومنافع الحجامة إلى ما شاء الله، لهذا أنت تجي في الوسائل الشيعة المجلد 25 عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه،
يشير إلى قضية الحجامة. العفو، روى الصدوق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاء أمتي في ثلاث، شفاء أمتي لكل مرض ثلاثة أشياء. شنو هنا يا رسول الله؟ قال: آية من كتاب الله العزيز. ما شاء الله، شفاء من القرآن الكريم. هذا اللي أهل البيت من طبهم، من طب أهل البيت هو إرجاع الناس إلى القرآن الكريم. أصلا القرآن الكريم يذهب بالبلغم من الإنسان، البلغم اللي هو رأس الأمراض في جسم الإنسان. يقول اقرأ القرآن حتى البلغم يزيل عنك، حتى على جسم الإنسان يأثر قراءة القرآن الكريم. فإذا، وبعد ولعقة، لعقة عسل، لعقة عسل فيها شفاء، وفيه شفاء للناس كما عبر الله تبارك وتعالى في كتابه. وبعد وشرطة حجام، شرطة يعني يجي الشفرة، أي الشفرة اللي تجي لك. نعم. في قضية الحجامة، لهذا يقول أحد، لهذا رسول الله يقول: شفاء أمتي في ثلاث إلى قيام يوم الدين. ما شاء الله. يعني ما ترتبط قضية الحجامة بعد العلم الحديث إجانا، طب الحديث إجانا، فإذا نحن ما نحتاج إلى الحجامة. بويا يا عالم يا ناس، إذا هي قضايا طبية، قضايا تجربية، يعني إذا أنت تجي تجرب قضية، تجرب علاج، وهذا العلاج نافع إلى قيام يوم الدين، العلاج هو نافع، ما يغير الأوضاع، ما تتغير بالأوضاع، القضية المعادلة ما تتغير. نعم. لأن علم الطب هو من العلوم الحقيقية، ليس من العلوم الاعتبارية، حتى باعتبار تتغير وباعتبار ما يتغير، هو علم حقيقي. الشيء اللي فيه منفعة لكل الأشخاص في كل الأزمنة في منفعة، الزمان ما يغير بالواقع شيء، لأنه هو علم حقيقي. ولهذا احنا عندما نأتي إلى قضية الحجامة، جاء في مستدرك الوسائل عن أمير المؤمنين قال: ما وجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعا قط إلا كان فزعه إلى الحجامة. ما شاء الله، كل ما يصيب ألم يروح للحجامة، يعني أن العلاج هو يكون وين؟ في الحجامة. أو تجي إلى الإمام الصادق قال: إذا اعتل إنسان في أهل الدار، الإمام الصادق بأهله ممكن واحد يعتل يتمرض، قال عليه السلام: انظروا في وجهه، شوي دققوا في وجهه، فإن قالوا أصفر، يعني لونه تبدل، يعني ارتفعت سعرة الحرارة عنده، قال: هو من المرة الصفراء. شنو جو على العلاج شنو؟ قال: فيؤمر بماء، انطوا ماي مقابل الحرارة، بيش تطفي الحرارة؟ الماء. بالماء. نعم. أفضل شيء للإنسان الغضبان يتقي شيء من الماء. وبعد وإن قالوا أحمر، وجهه صار شنو؟ صار حمر، يقول قال: دم، فيؤمر بالحجامة. هاي سنة أهل البيت سلام الله عليه. يعني. ولا أنت الآن أنت تجي إلى أكبر مراكز الحجامة في العالم، توجد في الدول الغربية. نعم. يعني المسلمين اللي هم في الرعية الأول في قضايا الحجامة كون يأخذون درسهم منين؟ من الدول الغربية. ولهذا أنت شوف هؤلاء يحتجبون، وبين المسلمين أكو منع للحجامة. صحيح. وهذه سنة رسول الله. الآن نحن عندما نأتي إلى قضية الحجامة، هي الحجامة دواء للكبد، أمراض الكبد بعضها إما حجامة وإما فصد. الفصد ضرب عرق خاص، يعني قضية فنية، وإن كان تأكيد أهل البيت أكثر على من؟ على قضية الحجامة. ولذا روي عن الوشة قال: شكوت، مثلا بالنسبة للفصد، شكوت في مكارم الأخلاق، يقول: شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام وجع الكبد، كبدي أذيني، ألمني. نعم. فدعا بالفاصد، الفصد يعني عرق خاص، يفتح عرق خاص يخلي الدماء تسيل. نعم. هذا قضية فنية، إن أما باليد وإما بالقدم، عرق خاص يفتح يخلي الدماء بمقدار مثلا 50 cc يطلع من الإنسان، يخرج من بدن الإنسان، هذا علاج خاص. في قضية الحجامة، بيا مكان يحتجم الإنسان بالنسبة إلى مرض الكبد، هناك أمكنة مشخصة. نعم. بحسب التجربة، أولا كلا القدمين، كلا القدمين كن يحجمهن. وين؟ يعني بين عقب القدم والكعب، بين عقب القدم والكعب أكو هاي محل لقضية الحجامة، محله مسح الحجامة بهذا المكان. هنو بشلون يحجم؟ كل ثلاثة أيام كون يعاود، كل ثلاثة أيام يعاود، يعني متتالية الحجامة تكون مستمرة حتى ترتفع قضية آلام الكبد. ولهذا هنا شكى بعضهم إلى أبي الحسن عليه السلام كثرة ما يصيبه من الجرب،
الحكة تصير حكة شديدة في بدن الإنسان. فقال إن الجرب من نجار الكبد، أو في بعض الروايات من بخار الكبد، يعني أكو توجد نوع من البخارات موجودة في كبد الإنسان. قال واذهب وافتصد من قدمك، إما حجامة وإما فصد، بهذا المكان اللي قلته لك بالنسبة، إما حجامة في هذا المكان وإما فصد في هذا المكان. بعد من جملة الأمور التي تجعل الكبد في صحة وسلامة، يعني تزيح عن الآلام، عدم إطالة الجلوس في بيت الخلاء. بعض الناس عنده طبع يعني إذا دخل إلى بيت الخلاء ما أدري يصيبه فكر، مو هو سبب يعني أنت تقول لي شيخنا أكو واحد يحب يجلس بذاك المكان، شنو العلة اللي إحنا نحب نجلس في بعض الأحيان الطول به نصف ساعة هو جالس في بيت الخلاء؟ نعم. السبب شنو هو؟ التفكير. إيه يقوم يفكر. الفكر منين جاله؟ الفكر جاله من كثرة ازدياد السوداء في البدن، يعني زاد برودة وزاد زاد برودة وجفاف، برودة وجفاف. إذا زاد الإنسان يزيد الإنسان تفكر، توهمات، الليل ما يقدر ينام. صحيح. أو تجي له مثلا تأخذ حالة من اليبوسة ما يطلع من بطنه. نعم. وهذا مجبور شو يسوي؟ مجبور أن يقعد يعاود الجلوس هناك. ولهذا ورد في كتاب مجمع البيان المجلد الرابع اللغمان الحكيم قيل إن مولاه دخل المخرج فأطال فيه الجلوس، قام خذت ما أدري الأفكار، ما أدري بطنه ما تمشي. نعم. بعل أطال الجلوس، فناداه لقمان سلام الله عليه، طول الجلوس على الحاجة يفجع منه الكبد. إذا نعم. الإنسان يكثر بالجلوس في بيت الخلاء الكبد ماله يتأثر. نعم. يتمرض. هسه ما أدري علم الحديث هم التفت إلى هذه القضايا، هم ينبه الناس على هذه القضايا، خلي يجون اختبارات، خلي يمتحنون القضية، يشوفون أن شنو القضية اللي طول الجلوس تخلي الكبد يتأثر، يتمرض، يعتل، يصير فيه علة. وبعد ويورث منه الباسور. الباسور شنو؟ يعني اللي ما يرجع له بالبواسير. نعم. يقول أنا منين جت لي البواسير؟ بويا من شقد ما تقعد ببيت الخلاء. صحيح. طول الجلوس في بيت الخلاء يسبب للإنسان أن يبتلي بالبواسير، وكذلك يبتلي بآلام في كبده. من جملة الأمور التي تكون من علاجات الأمراض الكبدية قراءة سورة القادر على القرآن الكريم. ولذا في كتاب مستدرك الوسائل المجلد الرابع ذكر أنه إن كتب على فخار جديد، يعني ظرف جديد، وغسلت بماء، كتبت على فخار جديد وغسلت بماء المطر، تجي تكتبها بزعفران بظرف جديد، وتالي تجيب ماء مطر وتذبها على هذا المكتوب، يعني تمحيها بماء المطر، وجعل فيه شيئا من سكر، يجيب لك من سكر، بس السكر يكون يصير سكر أحمر. نعم. مو هذا السكر الأبيض اللي هو السم هذا، إنما سكر الأحمر. وشربه من به وجع الكبد برئ بإذن الله تعالى. يعني يجيب يقرأ يكتب سورة القدر بزعفران بظرف، ثم يريق عليه من ماء المطر، ثم يشرب هذا الماء اللي به وجع في كبده، إن شاء الله يبرأ منه بإذن الله تبارك وتعالى. أحسنتم سماحة الشيخ، طيب الله أنفاسكم. سماحة الشيخ أحمد دريس الإحسائي، شكرا جزيلا لكم. الله يحفظكم إن شاء الله. نعم أحبائي المشاهدين، الشكر موصول لكم على كرم المتابعة. نذكركم أيضا بأي استفسار أو سؤال على صفحتنا الموجودة في الفيسبوك الرادود والإعلامي حسين الأميري. تقبلوا تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.